اللي ممكن ان يكون فيها التقليص. لذلك الشباب الان يعمل تيغالي يوم سعده، تيغالي يوم سعده هاتريك هاتريك يوم سعدك ارجنتيني، يوم سعدك ارجنتيني. وكرة القدم نصيب نصيب، تضيع هنا وتجي هنا، تعدي من هناك ويجي الثالث من هنا. هاتريك هاتريك لتيغالي، هاتريك لسباستيان تيغالي، يوم سعدك ارجنتيني. في المباراة الأولى يبدأ التسجيل، ومن أول مباراة هاتريك، من أول مباراة هاتريك اللاعب سباستيان تيغالي، هذه المرة من ناصر الشمراني في الصناعة. وسباستيان تيغالي يبدأ شريط الأهداف ويبدأ بشكل قوي جدا عبر الثالث للفريق الشبابي، والثالث له شخصيا في مباراة واحدة سباستيان تيغالي. هذا المباراة الثالث، ناصر صنع صاحب 21 هدف يصنع لسباستيان تيغالي ويسجل هنا سباستيان تيغالي. ناصر الشمراني المميز ايضا في الصناعة في الموسم الماضي ناصر وفي